سلام الله عليكم. نعود مشاهدينا من جديد لملف الرئاسيات في الجزائر. هذا الملف الذي وصف بالانسداد والاحتقان وفقدان الشفافية لشح المعلومات عن سيرورة هذه الانتخابات تنظيما ومراقبة وإشرافا، ومن حيث ما إذا رئيس الجمهورية سيعلن ترشيحه لعهدة أخرى أم لا. في الوقت نفسه مشاهدينا سنتحدث عن المعارضة وكيف تنظر لهذا الاستحقاق المهم، خاصة أنها سجلت عبر اجتماعاتها الأخيرة ملاحظات تراها مهمة ومشروعة. لتسليط الضوء على هذا الملف المهم نشرك في النقاش الأستاذ عبد الرزاق مقري رئيس حركة حمص. أستاذ عبد الرزاق أرحب بك. أستاذ عبد الرزاق مرحبا. كيف تقيم أستاذ عبد الرزاق الإجراءات التي تتخذها السلطة لحد الساعة لتنظيم هذه الانتخابات والتي تراها في الوقت نفسه بأنها مفصلية في تاريخ الجزائريين؟ والله أولا السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الإجراءات اتخذت وتم الأمر والطريقة يعني معبدة لتكون الانتخاب على المقاس بكل تأكيد. هو فقط الشيء الجديد هو ما يتعلق بترشح رئيس الجمهورية فقط. نعم، لكن أمام هذا الوضع هناك جانبان يتنافسان. الجانب الأول يقول لا بديل عن عبد العزيز بوتفليقة رئيسا مرشحا لفترة أخرى، والجانب الثاني ما زال الانسداد والاحتقان يدب بين وسطه. أحيانا يريد أن يرشح مرشحا خاصا بحزب ما، وأحيانا هناك عراك وتنافس حول مرشح ما الذي يسمى بالمرشح التوافقي. هو بالنسبة للجهة السلطة هو فيه معيار واحد فقط الذي سيبسط الموضوع، وهي صحة رئيس الجمهورية. يعني هو لو يستطيع أن يترشح، لو تسعفه الصحة ليترشح بكل تأكيد كل ما تم إعداده هو من أجل أن يترشح لعهدة رابعة، ولكن المعطيات الأخيرة، المؤشرات الأخيرة، والمظاهر الأخيرة، المواقف الأحزاب الموالاة الأخيرة تدل بأن يعني هذا الأمر صار يتضاءل كثيرا، يعني يكاد ينعدم يعني حسب المعطيات الموجودة. يعني ما يتعلق بجهة المعارضة وفيه اتصالات يعني حثيثة، في اتصالات مكثفة. نحن في حركة مجتمع السلم منذ شهر ماي ونحن نحاول أن نصل إلى التوافق مع الطبقة السياسية. نعم. ولا زلنا نحاول هذا إلى هذا اليوم ما زلنا في الاتصالات من أجل محاولة إقناع المعارضة لكي تصل إلى التنازل لبعضها البعض من أجل الاتفاق على أرضية سياسية، على مشروع سياسي. ثم الاتفاق على مرشح يعني مشترك. إلى حد الآن لم نصل إلى هذه النتيجة، ولكن لازلنا نحاول. نعم، ولكن مع ذلك هناك أطراف مهمة في الساحة السياسية في الجزائر تقول إن هذه الانتخابات كسابقها من الاستحقاقات الوطنية التي عرفتها الجزائر، ولماذا الخوض أو المشاركة في هذه الانتخابات طالما ليس هنالك جديد ينتظر منها؟ ما رأيه أستاذ عبد الرزاق؟ يبدو أننا فقدنا الأستاذ عبد الرزاق مقري، وكنت أسأله عن وجهة نظر سائدة هذه الأيام الأخيرة في الساحة السياسية في الجزائر. يقولون طالما أن هذه الانتخابات مثلها مثل باقي الاستحقاقات الأخرى التي عرفتها الجزائر منذ شهور بل منذ سنوات، طالما الحال هي كما هي عليه، لماذا الذهاب والمشاركة بل الحديث من الصباح إلى الليل عن هذه الانتخابات طالما أنها لا تحمل بين ثناياها التغيير الشامل الذي ينتظره الجزائريون؟ لأن السلطة الآن تكرر في مناسبة أو في غيرها بأن هذه الانتخابات عبارة عن جسر يمر عبره الجزائريون إلى مرحلة أخرى يكون فيه هؤلاء في أحسن حال. ربما عاد لنا الآن أستاذ عبد الرزاق مقري. أستاذ عبد الرزاق يبدو أن لم نتحصل بعد على أستاذ عبد الرزاق، نحاول الاتصال به. قلت هناك رأيان في الساحة السياسية، رأي يسمى أو رأي يتبع الموالاة، وهو الرأي الذي اتبناه جبهة التحرير الوطني، وكذلك بالنسبة إلى حزب تاج، كذلك بالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي وحركة الشباب، بالنسبة لعمارة بن يونس. هذه الأحزاب تسمى بأحزاب الموالاة، لا تريد إلا عبد العزيز بوتفليقة رئيسا. عاد لنا الآن مشاهدينا الكرام الأستاذ عبد الرزاق مقري. كنت أسألك قبل أن نفقد الاتصال بك حول هذا الرأي السائد الآن في الساحة السياسية، مفاده أن هذه الانتخابات طالما هي مثل سابقها من الاستحقاقات التي عرفها الشعب الجزائري، لماذا المشاركة فيها طالما هي تحمل بين ثناياها الفشل وليس هنالك تغيير يرجى من ورائها؟
إذا بقيت الأوضاع على ما هي عليه وبقيت الموازين على ما هي عليه بكل تأكيد ستكون هذه الانتخابات كسابق أو ستفقد معناها بكل تأكيد. والأسوأ في ذلك أنها ستدخل البلد في سارع إلى وضع يعني لا يحمد عقباه ولا نريد أصلا أن نتصوره. ولكن المناضل السياسي عليه أن يناضل إلى آخر لحظة إلى آخر رمق. يعني نحن في مقاومة نحن في مقاومة سياسية في عمل سياسي كبير من أجل بلدنا من أجل وطننا. لازلنا نحاول إلى اللحظة الأخيرة التأثير في موازين القوى، الوصول إلى أجواء سياسية تتيح منافسة حقيقية. وفي اللحظة الأخيرة حينما تتضح الأمور سنتخذ موقف نهائي بشأن الانتخابات الرئاسية. هذا الرأي يتبناه أيضا أطراف مهمة في السلطة بالنسبة لرئيس الوزراء عبد الملك سلال، قال لا تنتظروا شيئا جديدا في هذه الانتخابات. كذلك بالنسبة لوزير الداخلية الطيب بلعيز، هذا عن السلطة. لكن السؤال المطروح هو عن المعارضة أيضا، لماذا المعارضة تنتظر التغيير ممن هم الآن في سدنة الحكم؟ ماذا فعلت المعارضة من أجل هذا التغيير، من أجل السير نحو التغيير الشامل؟ الشيء الذي تفعله المعارضة الآن هي محاولة لم الشمل، محاولة توسيع يعني جبهة الاعتراض السياسي. لأن الأحزاب المعارضة كلها الموجودة الآن في الساحة هي أحزاب تريد أن تعمل في الإطار السلمي، يعني هي منهجها حسمته يعني ولا وليس لها يعني خيار آخر يعني غير العمل السلمي. تريد أن تستعمل كل وسائل السياسية من أجل الضغط، من أجل فضح هذه المعطيات. نحن الآن في زمن الاتصال وفي زمن نقل المعلومة والخبر بكل تأكيد، ولذلك حجم الضغط الكبير على السلطة يتلامى بشكل كبير جدا جدا. وهم يلامون كذلك، هم كذلك في وضع صعب. يعني ما نقوله نحن وما نصرح به أصبح يؤلمهم كثيرا. عندما تحدثت عن الخيبة الاقتصادية وتحدثت بالمؤشرات وبالأرقام بشكل واضح بأننا ضيعنا يعني 15 سنة 600 مليار دولار دون نتيجة، أصبح رئيس الوزراء يرد على كلامي في تجمعاته وفي زياراته للولايات. فهذا مؤشر بأن النظام السياسي السلمي قد يصل إلى نتيجة، ولكن لابد من التركيز، لابد من توسيع جبهة المعارضة حتى نصل إلى نتيجة. ومن بعد ذلك الانتخابات هذه هي ليست نهاية العالم. نحن الآن هذا الاستحقاق الانتخابي فرصة كبيرة جدا جدا لإنقاذ الوضع للإصلاح يعني، ولكن معركة مستمرة قبل الانتخابات وبعد الانتخابات. طيب إذا تبين، عدنا الآن للحديث عن عبد العزيز بوتفليقة، إذا تبين رسميا أنه ليس جاهزا للمرحلة المقبلة ولا يمكن الاستمرار في الحكم، في رأيك من سيكون مرشحا للسلطة؟ والله نحن لا نستطيع أن نتحدث باسمهم، يعني بكل تأكيد هم سيكون لهم من يتفقون عليه أو يقع انكسار داخل الموازين فيفرض شخص ما، فنحن لا نستطيع أن نتحدث باسمهم. لكن مع ذلك هم يتكلمون أيضا عن عبد الملك سلال بناء على هذه الزيارات المكوكية لمختلف المدن وتوزيعه لأغلفة مالية وحديثه عن الوعود والمواعيد، المشاريع يقف عليها وسيعود بعد شهور وربما بعد سنة. هذا ربما دليل على أنه سيكون مرشحا للسلطة، أليس كذلك؟ نعم صحيح. أنا تحدثت في مداخلتي الافتتاحية أمام ممثلي الأحزاب والصحافة بمناسبة ملتقى العياك الذي حضره قيادات محلية من مختلف الولايات، قلت بأن سلال أن هو في حملة انتخابية ويوزع الأغلفة دون رؤية اقتصادية ودون مشروعية قانونية كذلك، وطرح سؤال هل هذه الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أم له هو؟ الآن صار السؤال المطروح هل هو في حملة انتخابية لصالحه أو لصالح رئيس الجمهورية؟ طيب إذا افترضنا أنه رسميا عبد العزيز بوتفليقة لن يترشح هذه الانتخابات والسلطة لم تتفق بعد على من يمثلها في هذه الانتخابات، ماذا عن المعارضة؟ هل لديها بديل جاهز بإمكان هذا البديل أن يقنع جميع الأطراف في الجزائر وربما توافقين وبنسبة معينة تجتاز 60-70% حتى يكون بديلا للجزائريين مثلا؟ نعم أنا كنت أحدثك بأننا نشتغل على التوافق داخل المعارضة منذ شهر ماي. نحن كحركة مجتمع سن نحن جاهزون للمنافسة كحزب سياسي، جاهزون تمام الجهوزية بهياكلنا وببرنامجنا يعني وبرجالنا، ولا نشعر بأي
باي تردد في هذا الموضوع، ولكن نحن اردنا ان نعطي الاولويه للتوافق، لان البلد يحتاج حقيقه التقاء المعارضه على مشروع سياسي اولا، ثم على مرشح موحد. نحن نشتغل على هذا الخط بقوه وبكفاءه وبجديه كبيره جدا، واصبحنا نحرج حقيقه الاطراف الاساسيه في المعارضه لكثره الحاحنا على التوافق الثاني، ولكن في اخر مطاف الطرق هو في الحقيقه اراده اطراف يعني، وليست طرف واحد. طيب استاذ عبد الرزاق، اريد منك جوابا مختصرا وهو سؤال اخير باذن الله، ماذا عن هؤلاء الذين يقال عنهم في الجزائر بانهم محرومون من حقوقهم الاساسيه السياسيه، لا يمكن ان يترشحوا، لا يمكن ان ينضموا الى اي احزاب، لا يمكن ان يبادروا بمبادرات سياسيه وما الى ذلك، كانهم يعيشون في حصار، ما موقف حركه حمص من هؤلاء جميعا في حاله ما اذا ترشحتم؟ هذا ظلم لا بد ان يزول. نعم. لا يصح ان يمنع اي جزائري مواطن كغيره من الجزائريين له كل الحقوق مثل الجزائريين ان يمنع من حقوقه السياسيه. هذا الوضع في الحقيقه لابد ان ينتهي، ولكن لابد ان انبه بان الجزائر كلها محرومه من حقوقها. يعني ما الفرق بين حزب سياسي لا يدخل الانتخابات، حزب خيري يدخل الانتخابات ويزور عليه؟ الجزائر كلها محتاجه الى الحريات، الجزائر كلها محتاجه الى ان يتغير الوضع، ولابد ان يتعاون الجميع من اجل ان يتغير الوضع. وهو كذلك أستاذ عبد الرزاق مقري، أنا أشكرك جزيل الشكر. عبد الرزاق مقري رئيس حركة حمص كان معنا من الجزائر عبر الهاتف. الآن مشاهدينا الكرام، من ضمننا رشيد نجاز وهو أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية في الجزائر. أستاذ رشيد نجاز، بعد الترحيب بك، لماذا أنت ترشحت في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، ثم بعد ذلك عرف الجزائريون بأنك أعلنت عن ترشحك أيضا في الانتخابات الرئاسية في الجزائر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أنا ما كنت مرشح رسمي في فرنسا. أنا في 2007 أنا بغيت نعاون المسلمين والجزائريين اللي كانوا يسكنوا في فرنسا، يعني ما الحكومة الفرنسية ما كانتش تتعرف بهم. أنا بغيت يعني نبين الحكومة فرنسا بلي كان المسلمين والجزائريين يبغوا عندهم الحقوق تاعهم، الحقوق الإنساني اللي فرنسا ما تطبقهمش بزاف. Donc j'ai souhaité être candidat aux élections présidentielles en 2007 pour défendre les musulmans et les Algériens en France qui sont victimes d'injustice. Mais à l'époque, le président Sarkozy a tout fait pour que je ne sois pas candidat officiel en France. Et c'est pourquoi aujourd'hui, puisque j'ai 42 ans, la constitution algérienne, le Dustour de Désiré, يستقبل باللي دروك نقدر يعني نولي مترشح دونك ان كانديدا. مي بور سولا il faudra obtenir les 75000 signatures des citoyens algériens inchallah, et moi je veux être le candidat hors système, un candidat qui ne dépend pas du clan présidentiel aujourd'hui. Je veux être le candidat du changement et le candidat تاع الشعب الجزائري. طيب سي رشيد، انت بالنسبه للجزائريين يعني عباره كما نقولوا بالفرنسي سي لا سيربريز دي زيليكسيون بريزيدونسيال، فانت تقول مثلا باللي العاصمه ماهيش الجزائر، انا في المستقبل نجعل مدينه الجلفه اللي هي ولايه الجلفه هي العاصمه. كذلك تقول باللي الشباب ما لازمش يديروا الخدمه العسكريه، ما لازمش يفوتوا الاربي. ممكن توضح لنا النقطتين هذو؟ شوف دوك نفهمكم حاجه سهله. الجزائر العسكر الجزائري بالنسبه للعسكر المغربي كان فرق كبير. Le Maroc a professionnalisé son armée, ça fait 30 ans. C'est le Maghreb qui a 70 000 soldats professionnels. Ou le Jazair, il y a un budget par l'Ashkar, tu as 10 milliards de dollars, un an, il y a 35 000 de professionnels. C'est pas normal. Donc, il faut qu'on mette fin au service militaire obligatoire. Le khidma al-watania n'habsouha. Et à la place, on met un service civil et surtout, on met en place une armée professionnelle avec des soldats engagés. Avec Lula, parce que pour assurer la sécurité des frontières algériennes, il nous faut une armée professionnelle. Al-Houdoum, Al-Tunis, Al-Libyen, Al-Mali, Al-Mourib, Al-Mourib, il y a un askar professionnel. Ou, pour la deuxième chose, on est en Migoulou, les... شكون اللي رحتوا للعاصمه ديال العاصمه
يا دي زامبوتياج كاع النهار من 7 تاع الصباح حتى 8 تاع الليل ما تقدروش تخرجوا مع السياره تاعكم في العاصمه. الجزائر العاصمه elle ne peut plus supporter autant de monde. على هذا الشيء j'ai proposé de mettre en place une capitale administrative في ولايه جلفا 600 كيلومتر على العاصمه. Et dans cette capitale administrative inchallah il y aura le premier ministre et 10 ministères. Et de cette façon, on va déployer des moyens pour que les régions du centre et les régions du sud se développent davantage. Le mouchkil, le désert d'Alium, Koulchi, le Chamel, dans le nord. Bossah, le ouest, le djanoub, mais qu'est-ce que vous faites le désert? Il y a la problématique, en France, où tout est concentré à Paris, on a fait la même erreur sur le Jazeer, parce que tout est concentré sur l'Afrique. Il faut changer de modèle de développement. Alors, Hadeshi, j'ai souhaité, si je suis élu, Inch'Allah, en avril 2014, que Djelfa soit la nouvelle capitale administrative de l'Algérie. طيب سي رشيد سؤال اخير سي لا ديرنيير كيستيون بالنسبه للناس اللي هما حابين بوتفليقه يبقى الحجه نتاعهم لا بريف نتاعهم يقولوا باللي احنا عايشين مرحله فيها السلم والاستقرار لما نروحوا لحاجه ثانيه من غير بوتفليقه معناها هذا رانا غمرنا دخلنا في المجهول واش ترد عليهم الناس هذوما؟ شوف الرئيس عبد العزيز بوتفليقه هو حكم الجزائر 15 15 سنه ويحكم في البلاد والحمد لله سي فغي مع المصالحه الوطنيه اون اي لا بي سيفيل مي ا كوتي دو سا الرئيس عبد العزيز بوتفليقه n'a pas pu combattre le choix ou le marif. Le choix ou le marif, tout le Jazeer. D'autres, c'est Mania ou Slatine ou Ilaya, depuis le mois de juin 2013, Gernes, Sabiba, Ansar, Djali Bouloulna, d'aïmen Beli, le choix ou le marif, tout le Fakama, tout le Fil Baladia, tout le Fil Aïchaja. Et pour lutter efficacement contre la corruption, et le ma'rif, il faut un nouvel homme d'État, un nouveau président. Il nous faut du changement, même en France. Quand on reste trop longtemps au pouvoir, la corruption devient naturelle, ça devient une seconde habitude. Le changement, un changement radical, mais un changement pacifique. Et moi, en tant que le plus jeune candidat de ces élections présidentielles algériennes, je représente la candidature hors système et la candidature du changement. Car j'ai une expérience internationale, j'ai fait un livre avec les chefs d'État les plus importants de la planète, ma Bill Clinton, ma Jacques Chirac, ma Tony Blair, ma Gerhard Schröder, en 2000. J'ai une connaissance internationale, je connais les principes de la mondialisation, je suis un chef d'entreprise, je suis capable aujourd'hui d'assurer la transition pour que l'Algérie devienne un pays développé, avec un état de droit et surtout lutter contre la corruption. Amener la médaille de bronze de la corruption dans le monde, c'est pas possible. Choumer l'inan, la zemine bedlo, cette douleur, cette douleur, il y a le choukouk l'insan. Et si, parce que si on ne fait pas cela, l'Algérie va devenir un pays africain avec une bande qui va gouverner le pays au détriment de la population algérienne dans son ensemble. Merci, M. Rachid Nagaz. M. Adina Al-Karam, Rachid Nagaz, wa ahad al-murashahin lirraasiyat al-jazairiya al-muqbila. Rachid Nagaz, wa ahad al-murashahin للرئاسيات في الجزائر كان معنا من باريس العاصمة الفرنسية شكرا جزيلا لك الآن مشاهدينا الكرام ينضم إلينا الدكتور أنور نصر الدين هدام رئيس حركة الحرية والعدالة الاجتماعية بعد الترحيب بك دكتور أنور نصر الدين هدام لماذا الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر لحد الساعة ما تزال توصف بالانسداد والاحتقان ما السبب بالضبط الذي جعل هذه الانتخابات انتخابات غير مفهومة لحد الساعة؟ أولا السلام عليكم وشكرا على الضيافة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو في الحقيقة يعني الانتخابات التي هي الأسلوب الحضاري الموجود الآن لدى مختلف المجتمعات لتحقيق ذلك التراضي بين الحكام والمحكومين
ذلك التراضي الذي بدونه لا يمكن قيام بأي عملية تنموية أو الحفاظ عن مصالح الشعوب إلى آخره. هذه الانتخابات أصبحت لعبة، أصبحت لعبة ومهزلة بيد الذين انقلبوا على خيار الشعب في آخر انتخابات، وفي الحقيقة كانت الأولى والأخيرة انتخابات حرة ونزيهة بأتم معنى الكلمة التي شهدتها الجزائر والشعب الجزائري في يناير 92، فكان في هذا الانقلاب على خيار الشعب منذ ذلك الحين، وهي سلسلة نتاع مهازل انتخابية. نعم. خلينا أولا نركز على النقطة الأساسية، لأنه الناس تتكلم على البرامج الانتخابية وتتكلم على المرشح التوافقي أو المرشح الإجماعي إلى آخره، ونحن يعني وكأنها برك، هذه راهي يعني معذرة لكل هؤلاء، هذا برك هرج يعني لتغطية أمر أساسي، وهو هذا التلاعب بهذا الأسلوب الحضاري يعني، ولذلك ما نجحتش يعني، ما نجحوش في هذه السلسلة تاع الانتخابات اللي عملوها بعد الانقلاب تاع 92. أين الدولة الجزائرية؟ أين البرامج التنموية رغم تلك؟ لكن مع ذلك يا دكتور أنور، هم دكتور أنور في هذه المرحلة يقولوا أنه هذه فرصة أخرى نضعها بين يدي الجزائريين من أجل التغيير، هذا ما قاله رئيس الحكومة أثناء زيارته لمختلف الولايات، وزير الداخلية وغيره، كأنهم يشيرون بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلاص انتهى ومضى وانقضى ولا يمكن أن يمر إلى مرحلة أخرى، هذه فرصة أخرى للجزائريين من أجل التغيير، هكذا يقولون ربما. نحن بارك الله فيك، هذا سؤال مهم جدا ولا بد من توضيح أمر. فضل. نحن مع رفض هذه الانتخابات كما يراد لها أن تكون، ولكن هذا لا يعني المقاطعة، نحن لسنا مع دعاة المقاطعة، وإنما نريدها أن تكون حقيقة انتخابات حرة ونزيهة، يعني هذا هو الأمر الأساسي. لا. وحتى نفهم هذا الموقف علينا أن نفهم حقيقة، لأن العديد مثلا تهمنا نحن سابقا في الجبهة الإسلامية قاد بأننا one man one vote one time، أننا نريد انتخابات لأول لمرة واحدة وخلاص، كما قال السفير جيرجين هذا في الولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة تبرير الانقلاب على خيار الشعب. نحن نركز على أهمية الانتخابات كتيار إسلامي عموما، وخاصة الخط الأصيل للجبهة الإسلامية الإنقاذ، نحن مع خيار الشعب ومع احترام حق الشعب في اختيار ممثله الشرعي، وهذه ثقافتنا السياسية التي عبر عليها رئيس جمعية علماء المسلمين الجزائريين شيخ بن باديس رحمة الله عليه في 36. فإذا الموضوع رهم مهم وحساس، نحن نريدها انتخابات حرة ونزيهة حقيقة، ولكن لابد من العمل من أجلها، وهذا الذي نحن نغتنم هذه الفرصة. وقد سمعتم سؤالكم الكريم الذي طرحتم على الأخ مقري. نعم. رئيس حمص يعني. نحن نرحب كل من يلتحق بالمعارضة، وإن كانوا مع معارضة حقيقة فعليهم أن يدافعوا عن النقطة الأولى والأساسية لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة بعيدا عن أي تزوير مسبق، وهو حق جميع أبناء الشعب الجزائري في المشاركة في العملية السياسية. فهنالك ظلم قائم إلى يوم الناس هذا بعد 20 سنة من الانقلاب، بعيدا عن أي قرار قضائي، ليس هنالك قرار قضائي يحدد الجهة التي كانت من وراء المأساة الوطنية، وتم عزل الذين انتخبهم الشعب في تلك الانتخابات الحرة والنزيهة. ولكن يا دكتور أنور، هنالك فاصل، هنالك فاصل يعتبر الكثير من الحقوقيين والسياسيين مانعا لتقديم أو الوصول هذه الطموحات، خاصة قانون المصالحة الوطنية، وهو الذي لا يترك المجال مفتوحا لكم أنتم وللكثير من الذين أقصاهم هذا القانون بحجة أنهم متورطون في الأزمة السياسية التي حدثت في التسعينات. أنا هذا الذي نريده، إن كنا حقيقة نريدها انطلاقة جديدة. طيب. فعلى الجميع أن يتحلى بالثقافة الديمقراطية، والثقافة الديمقراطية من أحد النقاط الأساسية انتهى هو احترام القانون والقضاء. ليس هنالك لا في نص الميثاق سلم المصالحة الوطنية، ولا في النصوص المطبقة لتلك الميثاق تحديد الجهة بالتدقيق التي كانت من وراء المأساة الوطنية التي ينبغي، ونحن مع ذلك، ينبغي إبعادها عن الساحة السياسية، لأن لا يمكن بناء البلد
بإرهابيين. ويبقى السؤال المطروح أين هي هذه الجهة؟ فتم هنالك مغالطة كبيرة طيلة وخاصة في عهدات الأولى والثانية والثالثة لبوتفليقة التي غرب بها الشعب، وأراد أن يعطي تفسيرا إداريا لهذه لتلك النصوص محاولة منه ومن معه والذين في الحقيقة هم أصحاب القرار في الجزائر لمحاولة تحديد هذه الجهة دون الرجوع إلى قرار قضائي. إذن لابد على المعارضة حمص وكل الذين هم حقيقة يريدون، إن كانوا فعلا يعارضون هذا النظام ويريدون التغيير والتحول الديمقراطي حقيقي، أنهم يدافعوا عن هذا حق هذه الشريحة العريضة من المجتمع في المساهمة في العملية السياسية، لأن استرجاع الحقوق هذه من بعد تأتي في إطار القانون إلى آخره، ولكن الخطوة الأولى نحو تحقيق انتخابات رئاسية حرة ونزيهة حقيقة هو حق المشاركة للجميع. نعم، وهو كذلك دكتور أنور، أنا أشكرك جزيل الشكر. فقط أريد أن تبقى معنا، سنعود بعد فاصل قصير. مشاهدينا الأفاضل، فاصل قصير ثم نعود. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الأفاضل، نحن اليوم مباشرة في برنامج الحدث المغاربي، وعبره نفتح من جديد ملف الرئاسيات الذي يوصف في الجزائر بالملف المملوء بالانسداد والاحتقان. استمعنا في الجزء الأول لمسؤولين مهمين بالنسبة لعبد الرزاق مقر رئيس حركة حمص، ثم تحولنا إلى أحد ممثلي الجبهة الإسلامية الإنقاذ في التسعينات، بل أحد الفائزين في الانتخابات الموؤودة الدكتور أنور نصر الدين هدام. الآن سنستمع لوجهة نظر أخرى مع الأستاذ سفيان جلالي رئيس حزب جيل جديد. أستاذ سفيان، كنت قد صرحت لإحدى الجرائد في الجزائر بأن السلطة ليس لها بديلا عن عبد العزيز بوتفليقة. أستاذ سفيان، يبدو أننا فقدنا الأستاذ سفيان. أنا مضطر للعودة للدكتور أنور نصر الدين هدام. دكتور أنور، ما تعليقك على هؤلاء الذين يسمون بالموالات في الجزائر؟ هذا مصطلح موالات كان منتشرا بكثرة في لبنان، فبين عشية وضحاها انتقل أيضا إلى الجزائر. هؤلاء لا يريدون بديلا عن بوتفليقة، رغم أنهم متأكدون بأن الرئيس عاجز ومريض ولا يمكن مواصلة الحكم، لكن مع ذلك يقولون لا بديل للجزائريين إلا لبديل عن الجزائر إلا بوتفليقة. ما تعليقك على هذا؟ والله في الحقيقة هذا أمر يبين أن النظام هذا استنفذ كل أوراقه، نعم، للتمديد وللبقاء كنظام بالطريقة هذه لتسيير شؤون البلد مع الأسف الشديد. ولذلك نراهم ربما الآن، يعني لأنه لا يمكن واحد أنه يعرف حقيقة الأمر إلا إذا كان داخل هذه العلبة السوداء هذه لأين يصنع القرار فيها. ولكن الظاهر أنهم هما بكل وضوح الرئيس بوتفليقة لا يمكن له أن بل هذا كان من المفروض منذ مدة طبق عليه الدستور الذي هو فرض على الشعب، هذا كان من المفروض يطبق عليه ويمنع ويعفى من مهمة رئاسة منذ مدة. ولكن هم لأن لغياب وجود شخصية أخرى قد يتوافق عليها هذو أصحاب القرار، وهذا مؤسف جدا. ولكن نحن ننادي هؤلاء أنه أنا الأوان ستباك واخروا شوية، ما تبقوا الهروب إلى الأمام نحو المجهول. طيب دكتور، سأعود إليك بعد لحظة حتى لا ينقطع الخط من جديد. سأعود إليك بعد لحظات. الآن مشاهدي الكرام، انضم إلينا من جديد الأستاذ سفيان جلالي رئيس حزب جيل جديد. أستاذ سفيان، كنت قد سألتك عن التصريح الأخير لكم حول أن الرئاسة أو السلطة ليس لديها مرشح آخر غير عبد العزيز بوتفليقة، ما تبرير ذلك؟ نعم، مساء الخير. مساء النور. أولا حبيت نغتنم الفرصة باش نبارك لكم لعيد ميلاد القناة، لأن المغاربية أصبحت نافذة مهمة جدا للمعارضة ولكل الجزائريين اللي ما عندهمش منبر للتعبير عن المواقف نتاعهم. الله يبارك فيك. شكرا لكم وعمر طويل إن شاء الله. شكرا. نرجع للسؤال. نعم، أنا منذ أشهر وأنا أقول أن تعنت تاع أصحاب أو أنصار الرئيس باش يقدموا عهدة رابعة، لأن المشكل نتاعهم ما عندهمش رجل توافقي في الصفوف نتاعهم. فعندما تسقط يعني العرصة المحورية تاع
الترك، فالترك عمار لأنه متكون من العمامرة سوف يسقط إن شاء الله. وهذا بدينا نشوفه اليوم انهيار هذا النظام. اليوم خدت معلومة يعني ربما تكون من مصدر صحيح، لأن في قناة التلفزيون تاع جهاز يعني ما هي هذه المعلومة؟ أنصار الرئيس يقول بأنه رسميا يعني سوف ألغي التعديل الدستور، وإذا ألغي هذا التعديل وربما هذا هو الحقيقة ربما العهدة الرابعة ستسقط. فالمشكل الآن أصبح داخل صفوف ومعسكر الرئيس الحالي، لأن النظام كان سحر الساحة السياسية حوله وما خلاش بروز وجوه جديدة، واليوم ما عندهمش رجل يقدر يتلف حوله كل أصحاب الأعمال وأصحاب المال الفاسد خاصة وأصحاب الرشوة في البلاد. فإن شاء الله يعني دخلت نوع من الفيروس داخل معسكر السلطة، وإذا كانت المعارضة تامن في نفسها وتيق في الشعب، وإذا كان الشعب استيقظ إن شاء الله نقدر نقلب كف الميزان ونقدم إن شاء الله في بناء دولة القانون والحق إن شاء الله. طيب هذا أستاذ سفيان عن السلطة، هذا عن السلطة، وعرفنا أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مريض ولا يمكن مواصلة الطريق، وعرفنا أن من خلال مجلس الوزراء الذي انعقد الأسبوع الماضي بأنه لا حديث عن تعديل مشروع الدستور. طيب الآن سؤالنا هو عن المعارضة، كيف تفكر المعارضة؟ ما هو البديل لديها؟ خاصة وأن الجزائر الآن فيها حوالي 20 حزبا يجتمعون بين الفينة والأخرى ولم يصلوا بعد إلى مترشح خاص أو مترشح توافقي، كيف الأمر يعني؟ شوف، طرح هذا المترشح التوافقي طرح يعني غلط في نظري. طيب. لأن الجزائر تحتاج إلى رجال وإلى تعددية الترشحات والأطروحة إلى آخره. لازم نبني ديمقراطية، ما نعاودش نبني التفكير الأحادي. فإذا كاين ناس يحبين يعني يفوتوا على شخص، لماذا نمنحهم؟ فإذا كانت الانتخابات نزيهة نروح حتما الى الدور الثاني، وهذاك الوقت المترشحين تفرز يعني الاصوات ويصبح مترشح مثلا في المعارضه ومترشح يمثل السلطه، وهذاك الوقت خلينا اكل نقوم يعني وراء المترشح للمعارضه. فاذا خرج الرئيس من الدور الاول هذا يعني ان الانتخابات لم تكن نزيهه. طيب وهو كذلك أستاذ سفيان، سأعود إليك بعد لحظات. أنتقل إليك الآن دكتور أنور نصر الدين هدام ضيفي من الجزائر، يقول ليس هنالك أهمية كبرى حول هذا المترشح التوافقي، بل الأهم هو أن فتح هذه الانتخابات جعل هذه الانتخابات مباشرة، جعلها أكثر حرية، أكثر مصداقية، أكثر شفافية، ولنمر إلى الدور الثاني، ما العيب في ذلك؟ ما رأيك؟ هو أولا سلام، يعني تحياتي لضيفك الكريم. نعم أستاذ سفيان جلالي. أستاذ سفيان الجلالي، يعني هذا من مستقبل الجزائر إن شاء الله. إن شاء الله عليهم. هو صحيح، لأن في الحقيقة الأمر ونحن قلنا هذا منذ مدة، هذا الأهم هو تحقيق انتخابات حرة ونزيهة في إطار التعددية واحترام التعددية. نعم. علينا أن نخرج من هذه ثقافة الحزب الواحد والأحادية والرأي الواحد إلى الثقافة التعددية والديمقراطية. إذن أنا مع موافقه 100% الشيء اللي قاله الأستاذ، ولذلك علينا أن نركز ما هي العناصر وما هي الأمور التي ينبغي أن يتم فيها توافق حقيقي، توافق وطني الآن اليوم قبل الغد، من أجل تحقيق هذه الانتخابات في وقتها وتكون انتخابات حرة ونزيهة. كما قلنا النقطة الأولى المدبية، لو الأستاذ سفيان يعطي موقفه من هذا الموضوع ومجموعته من هذا الموضوع، وحق جميع أبناء الشعب الجزائري في المشاركة في هذه الانتخابات، ومنهم الذين انتخبهم الشعب في آخر انتخابات حرة ونزيهة في ديسمبر 91 والذي تم انقلاب عليهم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو العمل من أجل أن تكون هناك لجنة انتخابات مستقلة حقيقة، ويكون في مراقبين دوليين حقيقة. ثالثا أن تكون في قائمة الانتخابات، لليست إلكتورال، لازم تكون واضحة وشفافة ومتوفرة للجميع. وأخيرا وليس آخراً،
أن يكون هنالك ضمان احترام نتائج الانتخابات، نتائج الصندوق. هذا الامر الذي ينبغي اننا نعمل عليه جميعا، فكل طيب من طيب يا دكتور انور رفض هذه الانتخابات. نعم نعم مفهوم جوابك، مفهوم جوابك مشكور عليه. اعود اليك دكتور جمال سفيان جلالي، اعتقد ان الافكار التي ذكرها الدكتور انور نصر الدين تتفق معه في مجملها، لكن فقط نريد منك الجواب عن ما طرحه هو. قال ماذا عن هؤلاء الذين ظلمهم، هكذا يقول بين قوسين، ظلمهم قانون المصالحة؟ ماذا عن هؤلاء المحرومين من حقوقهم السياسية، هؤلاء الذين على أساس أنهم شاركوا في الأزمة السياسية وبالتالي لا يمكن لهم أن يترشحوا أو أن ينضموا إلى حزب ما أو أن يعقدوا جلسة أو ندوة أو لقاء ما حول أمور سياسية معينة؟ ما هو طرحك في هذه المسألة على هؤلاء الذين يقولون بأننا جزائريون كباقي الجزائريين؟ بالضبط، نظن حان الأوان باش ندخل في مرحلة جديدة. نعم. عاشت الجزائر مأساة، وكانت أزمة ما غير سياسية، كانت أزمة سياسية ولكن أزمة أمنية وأزمة يعني عشناها وإن شاء الله ندور الصفحة تماما. طيب. فأما المستقبل لازم نعاود نلم شمل أبناء الجزائر، خاصة الإخوان اللي راهم في الخارج، أنا نظن لازم حان الوقت يعودوا يدخلوا بكل حرية، واللي ما عندهمش يعني مش متورطين في العمل الإرهابي عندهم كل الحق باش يعاودوا يمارسوا الحقوق السياسية نتاعهم، لأن بدون هذه العودة إلى الحرية الحقيقية والاحترام المتبادل ما نقدرش نخرج من الأزمة. فالحقيقة أن الجرح مازال قائم نوعا ما، والأمور تطلب وقت، لكن لازم نعود ندخل في منطق جديد ومنطق العودة إلى يعني والمياه ترجع إلى مجراها الطبيعي إن شاء الله. طيب ربما أنت لم تفهم سؤالي بالضبط، هو كان المقصود بالإطار، أقصد هذا الإطار الذي كان ينطوي عليه الإطارات، إطارات الجبل السمين الإنقاذ الذين كانوا ينشطون في هذا الحزب. أنت في برنامج كذا سئلت مثلا ماذا ستفعل لهؤلاء الذين يقولون بأننا كنا سلميين وسنظل سلميين وننادي بحقنا في المشاركة السياسية، ما رأيك في هذا الطرح؟ هذا فقط. بالضبط أنا هذا هو الكلام اللي قلت لك، يعني الإخوان الجزائريين ما عندهم أي تورط في الأعمال الإرهابية من حقهم تماما أن يعودوا إلى الساحة السياسية مهما كان يعني المواقف السياسية نتاعهم، لأن في 91 أو 92 كثير منهم ربما عانوا وراحوا، كانوا بعض الإخوان صبحوا في الجنوب إلى آخره على أساس مواقف سياسية محضة، وهذا غير حق. من حقهم أن يعودوا إلى الميدان السياسي. العملية تطلب ربما ممارسة ثالثة وتطلب نوعا ما من وقت، لكن ما حالا لازم نعود الرجوع إلى هذا العمل الحر، والإخوان اللي راهم قايمين في الخارج لأن كان عندهم علاقة مع جبهة الإنقاذ لازم يعودوا يقدروا يدخلوا البلاد وإن شاء الله يمارسوا السياسة ما دام هما ما مش متورطين في أعمال إرهابية. طيب أستاذ سفيان، سؤال أخير، أنتم كجزء لا يتجزأ من المعارضة هنالك لوم شديد عليكم على أساس أنكم لا تنزلون إلى الشارع، وإنما فقط نقاشكم دائما بين أربعة جدران، بين في الفنادق، في ندوات، في ملتقيات، ولكن يلوم عليكم البطالون مثلا لا تقفون بجنبهم، كذلك بالنسبة للعقود ما قبل التشغيل، كذلك بالنسبة للعائلات المفقودين، هؤلاء يعتبرون أنفسهم محرومين من وقوفكم سياسيا على الأقل معهم. أنا نظن هذا يعني كاين نوع من يعني ربما الناس ما عندهمش المعلومات الكافية. احنا قمنا مثلا عندما كان ياسين زايد والمشكلة قائمة في الجنوب، رحنا حتى الوردلة وقفنا على الرصيف باش نساند هذا الأخ. عندما كانت أعمال الشغب في برقي رحنا مباشرة إلى الميدان وشاهدنا بعيوننا والشطاري في الميدان، وكنا مع الشبان ويعني التقينا معهم وكان اتصال. كذلك في مشكلة في غردايا ما بين الإخوان بن مضاب وتعنبة والعرب، ورحنا وقمنا بزيارة وشفنا كل الإخوان من كل الجوانب، وحاولنا يعني ماشي بس نتدخل كندير الوساطة لأن ما ربما ما عندناش كل التأهيلات لهذا الشيء، لكن باش نفهم باش نتكلم مع الإخوان باش نسمع منهم باش ندير نحرر يعني موقف،
وكذلك يعني الامر لان درنا اطروحه وقدمنا بعض الحلول لان الدوله حاليا مقصره في حقوق المواطنين. فالعمل الميداني نظن احنا رفعنا الرايه هذه منذ سنتين واحنا نمشي الى المدن في داخل البلاد ونتكلم عن الاخوان في المقاهي او في جمعيات الى اخره. فنظن هذا الراي يعني ما هوش يعني موافق مع حقيقه الجيل الجديد على الاقل. طيب، وهو كذلك استاذ سفيان جلالي رئيس حزب جيل جديد وفي الوقت نفسه احد المرشحين للرئاسيات المقبله التي ستعرفها الجزائر في افريل المقبل. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الجزائر. اعود لك دكتور انور، ما رايك في لكن هذه اللي هي جات بين جزئين؟ قال الاخ سفيان جلالي رئيس حزب جيل جديد نعم ان هؤلاء محرومون من حقوقهم السياسيه ولا بد لهم من خوض العمل السياسي كغيرهم كباقي الجزائريين، لكن هنالك لكن هذه يقول الا الذين تورطوا في الارهاب وما الى ذلك. ليس هنالك جديد، حتى السلطة تقول هذا الشيء. ثم ذكر أن الذين في الخارج عليهم العودة، ولكن هناك الذين هم في الداخل يقول هناك تضييقات علينا. إذن قبل أن نتحدث عن الذي في الخارج، ربما السؤال يطرح على الذين هم في الداخل أولا. هو شو أولا، هذه ربما تفصيلية ولكن عندها أهمية كبيرة لو 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 سمحت. نعم تفضل. نحن وأعتقد كل قيادات الجبهة الإسلامية إنقاذ سابقا وحاضرا، نعم، أعتقد أنهم كلهم يرفضون مشاركة الإرهابيين في بناء البلد. بالضبط. هذا أمر واضح. أيوة. القضية في تحديد المسؤوليات، ولذلك وهذا من خبرائنا القانونيين هم اللي نبهونا لهذا الموضوع، ولذلك نحن قبلنا بالنصوص كما كانت وتحدينا النظام أنه يطبق علينا تلك النصوص. ما كان للنظام الانقلابي أنه يحدد في النصوص، في أي نص من النصوص القانونية، الجهة المسؤولة عن المأساة الوطنية دون قرار قضائي. المجتمع الدولي يرفض ذلك والقانون الدولي يرفض ذلك، وإنما الذي حدث وهو تفسير تلك القانون تلك النصوص وإعطائها تفسير، وهذه طبيعة النظام الجزائري لا يحترم حتى النصوص الذي يخرج بها هو، فأعطت تفسير وأراد أن يحدد الجهة دون الرجوع إلى القضاء وإعادة استعادة الحقيقة والتحقيق القضائي الشفاف للمأساة الوطنية. فهذه النقطة الأساسية، أنا الأوان جعل الحد لهذا التلاعب هذا. ولذلك نحن نقول نحن مع القرار الذي يمنع الذين كانوا من وراء المأساة الوطنية الذين تسببوا في إرهاب الشعب، منعهم من حقهم من السياسي والمدني، نحن مع هذا، وإنما ينبغي تحديد منهم هؤلاء، تحديد مسؤولية لا ويكون تحت تحديد قضائي. فهمت يا أخي؟ يعني هذه النقطة الأساسية التي ينبغي أن إخواننا في المعارضة الذين يريدون الالتحاق بالمعارضة الحقيقية، الذين يرفضون هذا النظام، يرفضون مواصلة صنع القرار بالطريقة التي قاموا بها منذ 50 سنة في الحقيقة، عليهم أن يساهموا وبكل شفافية في فتح المجال لجميع أبناء الشعب الجزائري للمساهمة في العملية السياسية. وكذلك يا دكتور أنور سأعود إليك الآن، سأستمع لي وجهة نظر أخرى. ينضم لي الآن مشاهدينا الكرام حسن عريبي، أحد قيادي جبهة العدالة والتنمية وعضو البرلمان الجزائري. أستاذ حسن عريبي بعد الترحيب بك، ما هي أبرز التحفظات التي تبديها جبهة العدالة والتنمية عن الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، هناك مبادئ عامة لا يمكن للسياسي أو للحزب أن يتجاوزها، وهناك وسائل أخرى. تلك المبادئ العامة هي أن يجب على النظام أن يصدق في توجهاته وأن يعلن بأن الانتخابات ستكون نظيفة وحرة ونزيهة، يشاهد جميع من يخول له الدستور والقانون. أما إذا بقي الحال على ما هو عليه، عندما ذلك المثل الجزائري المعروف اللاعب حميدة والرشام حميدة، فكيف أن نشارك في انتخابات النظام الجزائري آلفنا على الكذب والخداع والنفاق والتطوير
الذي يمارسه في كل استحقاقات، فكيف أن نعطيه شاك على بياض وأن نساهم في هذه الانتخابات ما لم تكن ضمانات حقيقية يطمئن لها جميع الجزائريين والجزائر؟ لأن الشعب الجزائري سائم من أولئك الذين أداروا البلاد ولا يزالون يديرونها منذ الاستقلال إلى يومنا هذا. ولكن يا أستاذ حسن، يا أستاذ حسن، حتى في الانتخابات الماضية، الانتخابات التشريعية، قاطع حوالي 12 مليون من الجزائريين، ولكن النظام مضى في خارطة طريقه وفي مشروعه ومخططاته. إذا أنتم فكرتم مرة أخرى في المقاطعة، ما هو البديل؟ أنا أعتقد أن البديل هو الشعب الجزائري الذي سوف يقرر مصيره حينما تلتقي وجهات النظر وتوجد هناك معارضة حقيقية تعمل من أجل مصلحة الجزائر وتعمل من أجل مصلحة شعبها، فهي قادرة على أن تركع النظام ليستجيب لمطالب الشعب، وعلى النظام كذلك أن يصارح الشعب وأن يكون صادقا في عدد الناخبين الحقيقيين المؤهلين قانونا ودستورا. أما إذا كان هو يجعل في جيبه 3 أو 4 ملايين صوت مزورة يضعها مع المتنافسين مسبقا في الصندوق، فأي انتخابات هذه بالله عليكم؟ أيوة أستاذ حسن، نعم. فإذا الانتخابات لابد، قلت لابد أن تكون واضحة، ولابد من المعارضة إذا كانت حقيقة معارضة تعمل من أجل مصلحة البلاد، لا يمكن لها أن تبقى متخندقة مع النظام، لأن بعض ممن هم الآن في المعارضة أكلوا من ريع النظام وخرجوا في الآونة الأخيرة، سواء من التيار الإسلامي أو من التيار العلماني أو التيار اللايكي، وهم الآن يريدون أن ينضموا بعدما شبعوا من الريع، يريدون أن يكونوا قادة في المعارضة، وهذا لا يمكن أن يتأتى أو أن يتحقق لهم ذلك ما لم تكن النية صادقة والتوبة النصوحة لهؤلاء. طيب أستاذ حسن، ما رأيك في الذي يقول بأن إرادة التغيير طالما هي غائبة اليوم في الساحة السياسية فإن إرادة التزوير هي التي ستتفوق وهي التي ستفرض نفسها، طالما أن السلطة ماضية في مخططاتها في برامجها وهي في غير ما مرة قالت بأن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة؟ ليست هذه أول مرة تقول ذلك، لكن ماذا عن المعارضة؟ ما هي البدائل التي تطرحها؟ دائما المعارضة تتهم السلطة بأنها تزور وأنها ليست شفافة وليست ذات مصداقية، نفس الكلام، نفس الأغنية، نفس السيناريو. ماذا عن المعارضة؟ لماذا ليست متحدة؟ ماذا عن الإسلاميين؟ لماذا لم يخرج ببرنامج موحد، بمخطط موحد لمقابلة أو لمنافسة المترشح الخاص بالسلطة؟ وهنا مربط الفرس، بارك الله فيك. لماذا الإسلاميين لا يتوحدون؟ أنا أجزم لك لو أن الإسلاميين يتوحدون ويقفون خلف رجل صادق ينقذ البلاد والعباد مما هي عليه لتحقق لهم كل ما يريدون، ولوقف هذا النظام فرائسه ترتعش وترتعد من هؤلاء الإسلاميين لو يتحدون، ولكن النظام مطمئن البال ومرتاح الضمير، فهو عمل على تجزئتهم وعمل على تفرقتهم حيث دخل إلى الأحزاب الإسلامية وفشرها من الداخل برجال ينتمون إلى التيار الإسلامي، فمنهم من استوزر ومنهم من أخذ رئيس حزب ومنهم من سافر كسفير ومنهم من مفوض لدى الجامعة العربية في بروكسل ومنهم كذا وكذا. لذلك إذا أردنا حقيقة أن ننقذ الجزائر وأن نعطي أهمية حقيقية لهذه الانتخابات المفصلية، فعلى جميع أبناء التيار الإسلامي والتيار الوطني، لأن لا يمكن أن نفرق بين التيار الإسلامي والتيار الوطني،
فهما الوحيدان اللذان ينقذان البلاد مما هي عليه. وهو كذلك أستاذ حسن عريبي، سامحني فقط لضيق الوقت، أشكرك جزيل الشكر. حسن عريبي مشاهدنا الكرام، قيادي في جبهة العدالة والتنمية وعضو البرلمان الجزائري، كان معنا من الجزائر العاصمة. أعود لك دكتور نصر الدين هدام. الأستاذ حسن عريبي كان يؤكد على مسألة مهمة، يقول في الجزائر هناك غياب ملحوظ للتيار الوطني والتيار الإسلامي، هو يريد من هذين الطيارين تعاون مثمر للوصول إلى نتائج ملموسة. هو شوف في حقيقة الأمر، يعني مع كل احترامي للأستاذ الكريم حسن عريبي، علينا أن نفهم أن نتحلى بثقافة تعددية وثقافة تنوع حتى داخل هذه الصفوف. نعم. الليبرالي الديمقراطي الإسلامي، ليس الوطني الإسلامي فقط، لأن القضية ليست هي القضية، القضية راهي في 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 كون أن النظام السياسي في الجزائر مغلوق، الساحة السياسية مغلوقة، في غياب الحريات، في غياب الشفافية، فيه الفساد، فيه الإرهاب الناس، فهذا هو الموضوع الأساسي. وأما إذا أطلق سراح الشعب الجزائري وحقه في الاختيار بكل حرية، كما كان يقول أخي عبد القادر الحشاني رحمة الله عليه، كان دائما يؤكد على هذه المقولة المشهورة عندنا، أعرف الحق تعرف أهله. فالقضية راهي قضية تحلي بالثقافة الديمقراطية، نعم، بدل من هذه الثقافة الأحادية. احنا ينبغي، صح، لابد من وحدة وطنية من كل التيارات، أن يكون هناك توافق وطني حول أسس هذا النظام الجديد الذي نريده. علينا أن يكون عندنا مشروع وطني وبعدها وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. علينا أن نفهم هذا الموضوع. فهذه مغالطة، الله أعلم، محاولة تحقيق ما لا يمكن تحقيقه اليوم، لأن الظروف لم تسمح لأي واحد أن تكون في عنده حرية حقيقة. فلذلك الموضوع الأساسي وهو تحقيق العمل من أجله، ونحن ضد هذه المعنى تاع المقاطعة. هذا كذلك هذا كلام مغشوش، مع كل احترامي لأصحابه، لا ينبغي أن نقع في هذا الخطأ كذلك. نحن نريدها انتخابات، ونريدها انتخابات حقيقية، نريد حق الشعب، لأن هذه الوسيلة الحضارية الموجودة حاليا للبشرية لاختيار من يقومون بمهامهم والحفاظ على مصالحهم الاستراتيجية. فالانتخابات ضرورية ولا بد منها، ولكن ينبغي تحقيق هذه الظروف. طيب، ولكن المشاهد دكتور أنور، يا دكتور أنور، المشاهد الآن، المشاهد الآن ربما يستمع لإجابتك الآن، يقول كيف أنتم لا تريدون المقاطعة وتريدون لهذه الانتخابات تكون فعلا انتخابات تنافسية رسمية مفتوحة على الجميع، لكن أنتم الآن في الإقصاء مثل ما يقال، كيف ستشاركون وأنتم مقصون؟ ولذلك نحن نقول بأن الفرصة سنيحة، لأن المجتمع الدولي كذلك لم يعد يقبل هذه الأنظمة المغلقة. هذا الوضع تاع الجزائر في 2014 ليس الوضع تاع 1992. حقيقة المجتمع الدولي تغير، والشعوب تغيرت، شعوب المنطقة نتاعنا كلها تغيرت. والوقت الذي كان الشعب الجزائري وحيدا في التسعينات، الذي سعى وكان السباق في محاولة تحقيق حقه في تقرير مصيره، أصبح الآن كل الشعوب المنطقة والمجتمع الدولي أصبح يقبل، أصبح يرفض هذه العلبة السوداء هذه. فلذلك الوقت سنيح الآن، لو أن المعارضة الحقيقية أنها تتحد حول هذه المبادئ، الانتخابات ضرورية، لابد، هي السبيل الوحيد لاختيار من للشعب، لاختيار من يقوم بمهام الدولة هذه، ولكن لابد من تحقيق هذه كانتخابات حرة ونزيهة. فعلى الجميع إن كانوا حقيقة يريدون معارضة النظام، عليهم أن يتحدوا كلهم في هذه الشروط هذه، يطالبوا بحق الجميع في المشاركة، يطالبون بلجنة مستقلة، يطالبون بقوائم انتخابية واضحة، ويطالبون المؤسسة العسكرية أنها تحترم كتابيا اليوم، تحترم نتائج الانتخابات، ويمكن القيام بهذا. لو الكل يتحد على هذا الأمور، فتشوف كيف يكون رد فعل نتاع المجتمع الدولي، وكيف يكون رد فعل النزهاء داخل المؤسسة العسكرية والمخابراتية. سوف يرون فعلا بأن الوقت حان، الوقت لتغيير هذه طبيعة صنع القرار في بلدنا. الجزائر غنية، الجزائر ثرية، وشوف الوضع نتاعنا الآن، شوف الوضع نتاع الدول الجوار نتاعنا، شوف الوضع الأمني نتاعنا، الوضع الاقتصادي نتاعنا، شوف كيف يعني فرنسا أصبحت تصول وتجول، فرنسا للاحتلال، لأن النظام الغير الشرعي يحتاج إلى دعم المحتل السابق للبقاء في السلطة.
فأنا الأول أن نتحد حول الأمور الأساسية، وأما الفروع وأما هذه قضية المترشح الناس تعرف، عارف الحق تعرف أهله، لابد على الكل يتحلى بالثقافة الديمقراطية وقبول نتيجة الانتخابات. فكما قال الأستاذ سفيان الجلالي في الدور الأول هذه أمر طبيعي، نعم، ومن سمات المنتخبات انتخابات حرة ونزيهة أن يكون فيه دور ثاني. وهو كذلك يا دكتور أنور نصر الدين هدام أحد فائزي الانتخابات المؤودة في التسعينات وأحد ممثلي الجبهة الإسلامية للإنقاذ عام 91، بل أحد ممثلي البرلمان المؤود عام 91. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الولايات المتحدة. شكرا موصول سيدنا الأفاضل لحسن العريبي قيادي في جبهة العدالة والتنمية وعضو البرلمان، بالإضافة إلى رشيد نكاز أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية، كان معنا من باريس العاصمة الفرنسية، ثم سفيان جلالي رئيس حزب جيل جديد من الجزائر، بالإضافة إلى عبد الرزاق مقري رئيس حركة حمس. أنتم أيضا مشاهدينا الكرام بإمكانكم أن تتدخلوا مع زميلي عادل العزيزي للإدلاء برأيكم حول مسألة الانتخابات الرئاسية المقبلة، كيف ستنظم، كيف سيتم الإشراف عليها، ما دور المعارضة في هذه الانتخابات، هل ستتقبلها، هل تبقى دائما تطالب بحيادة السلطة، ثم ماذا عن تيار الموالات الذي يقول ليس هنالك بديل في الجزائر عن بوتفليقة رئيسا ومرشحا لعهدة رابعة. هذا ما ستعرفونه مع زميلي عادل العزيزي في حلقة جديدة من صدى الشارع، برنامجكم التفاعل الذي سيأتيكم بعد نصف ساعة. الشكر لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.